والله انا طبعا اول حاجه بنهنئ النادي الاهلي طبعا بالعيد ال 112، وانا جيت النادي الاهلي 6 اكتوبر 73، كنت وقتها جاي النادي الاهلي العب في النادي الاهلي، ده اليوم اللي انا عرفت في النادي الاهلي وبدات انتمي للنادي الاهلي. لكن حبي للنادي الاهلي الحقيقه بيزداد، كان مع الوقت الحقيقه كان بيزداد بصوره مضطرده جدا، وكنت دايما حقيقه حريص جدا على ان انا ادي اداء للنادي الاهلي في جميع المواقع اللي انا قعدت فيها في النادي الاهلي، وانتمائي لي يعني بدون اي ادنى شك كان انتماء حياه، انتماء يعني عشق، وكان حب شديد جدا، بدليل ان انا فضلت النادي الاهلي عن ان انا اطلع اشتغل بره في الامارات وفي السعوديه وفي الحتت ديت، عشان انا لما اتخرجت من الجامعه سنه 1978 خلاص الناس افتكرت ان انا خلاص هرجع بلدي كده، لكن قررت ان ابقى مع النادي الاهلي حتى هذه اللحظه اللي انا فيها امامكم، ان انا يعني فضلت هذا المكان على اي حاجه تانية، حتى لو كان يعني العمل بتاعي كمهندس بشرت هنا في مصر، ونادي الاهلي حقيقه وجمهوره واعضائه حقيقه ساعدونا كثير جدا في اننا نبقى في هذا المكان ونحب هذا الحب الحقيقه اللي كلنا يعني نتمنى انه جميع الحقيقه عاشقين النادي الاهلي يعني يستمروا في هذا العشق الحقيقه الكبير. يعني بيدي شماله لجمال عبد الحميد اللي هيرفع وسابها لشطه، مشي شطه كويس ورفعها بعد ما اعتزلت اللعب وبعدين التحقت بقطاع الناشئين في النادي الاهلي. الحقيقه كان هي برضو استمراريه في خدمه هذا المكان، الواحد يعني بيعيز لي كل الحقيقه اللي وصل لي، يعني لان الحقيقه النادي الاهلي بنى اجيال واجيال، فقعدت في النادي الاهلي برضو تعلمت فيه وانا لعيب كوره، تعلمت فيه وانا مدرب، انا افرست ناشئين كتير الحقيقه، ودربت مثلا من 83 لحد 2002 لما رحت الاتحاد الافريقي، كنت حياة في النادي الاهلي في جميع المجالات، انا كنت عضو لجنه هندسيه مع الاستاذ هشام سعيد المهندس هشام سعيد، وكنت حياة كابتن صالح سليم كان بيستعين بيا في كل العقودات واللعيبه المحترفين اللي في الخارج. فيليكس ابواجي لما كابتن عدلي راح جابه انا كنت حياة متبنيه، برضه في لعيبه كتير جدا هي كانوا محترفين جوه النادي الاهلي زي عصام الحضري وزي اكثر من لعيب جم من بره، انا كنت حقيقه برضه بتولى امرهم من خلال تكليف من حقيقه كابتن صالح ليا، وبعدين بعد كده كابتن حسن حمدي، الى ان طبعا تركت النادي ورحت الاتحاد الافريقي. كل هذا المكان في مكان في الاتحاد الافريقي، طبعا كنت برضه اهلاوي بعلن عن اهلاويتي، ولكن هناك طبعا كل الحاجات اللي بنعملها النادي الاهلي من خلال حبنا ليه، من غير ان نكون هناك اي نوع من المجاملات او اي نوع من ان انا راح استعين في مكان عمله بانه يحاول يؤدي النادي الاهلي. النادي الاهلي كبير بكيانه، كبير باعضائه، كبير بكل حاجه، مش محتاج لاي حد يساعده. فكنا انا والاستاذ مصطفى فهمي حقيقه سكرتير الاتحاد الافريقي وعم شاهين ومجموعه كنا في الاتحاد الافريقي، كنا حريصين جدا ان النادي الاهلي نادي كبير، واحنا كل اللي بنعمله انه احنا دايما يعني بنشجعه، ولكن في خلال عملنا ما كانش في اي نوع من التحايل او في نوع من انه الواحد يعمل حاجه عشان خاطر، لا النادي الاهلي كان قادر على انه يحقق من خلال قدراته من خلال اعضاء ومن خلال اللاعبين كل الحاجات اللي هي الانجازات اللي عملها النادي الاهلي. النادي الاهلي كان بيتعامل مع الناشئين ومع اللاعبين ويزرع فيهم الانتماء والحب والاخلاص والتفاني والتضحيه. تعلمنا من حقيقه من اجيال سبقتنا، انا عصرت حقيقه اجيال واسماء مش ممكن تتخيلها. انا قعدت مع فكره اباظه في القاعده اللي قدامك دي، قعدت معاه كنت بوصله لعماره الاوتوموبيليه بالعربيه بتاعتي لما كان هو يعني بيبقى خارج من النادي، كنت بقى علاقتي بيه كانت قويه جدا، كنت بقعد معاه وكان بيحكي لي حاجات عن تاريخ النادي الاهلي. قعدت مع ابراهيم الوكيل، قعدت مع ست فريق احمد عبد المحسن كامل مرتجي، قعدت مع صلاح الدسوقي، قعدت مع حقيقه مع كابتن صالح السليم طبعا سنوات طويله، وهو كابتن حسن حمدي والخطيب. يعني انا الحقيقه كنت يعني علاقتي ما كانتش بقى بزمايلي وكده، كان علاقتي كمان بالحقيقه وبالرموز الحقيقه موجوده دي. مثلا كنت عادل هيكل ده لازم اروح اقعد معاه لفتره طويله، كابتن صالح سليم، طارق سليم كنت لازم اروح له البيت اقعد معاه، زرعوا جوانا برضه هذا الحب الحقيقه. وطارق قالها لي مره، قال لي شطه والله انا حقيقه يعني انت من الناس اللي هي جيت من الخارج وجيت من مغترب، ولكن حبك للنادي الاهلي ورانا انك انت من الناس المخلصين جدا، وقالها لي الحقيقه اكتر من مره، ودي حاجه شجعتني ان انا اشتغل في النادي الاهلي سنوات طويله من 83 لحد 2003، 20 سنه في مختلف القطاعات المختلفه، ناشئين على براعم على فريق اول مع الان هاريس، وبعد كده طبعا مسكت مدير قطاع الناشئين في الفتره اللي كان فيها 2001 2002، يعني تاريخ كبير جدا. النادي الاهلي ده هو مدرسه علمتنا واصبح بيتنا الكبير. يعني النادي الاهلي بيتميز عن اي نادي تاني انه
جميع الناس اللي عملوا فيه كانوا يتجردوا عن الذات، كانوا بيحبوا هذا المكان بدون ان يكون هناك مقابل، ويتعاملوا مع هذا الكيان بشكل حقيقه. في حاجه اسمها حب النادي الاهلي وانتماء النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي والفانيله الحمراء والانتماء، كل الحاجات دي كلها كانت موجوده في النادي الاهلي بيتميز بها عن اي مكان اخر. وانا بحيي حقيقه جمهور النادي الاهلي في الفتره الاخيره دي لما النادي الاهلي مر بظروف صعبه انهم وقفوا وقفه وروا انه هذا الحب لا يمكن ان يكون نابع من مباراة أو انتصار أو مكسب، هو نابع من كيان هذا النادي الذي خلى الناس تحبه بهذا الشكل. أنا أذكر بقى جيل حسن حمدي والخطيب ومصطفى عبده ومصطفى يونس، الأسماء كتيرة طبعا مش عايزين نخوض فيها، لكن هيدوكوتي كان موجود وقتها، وطبعا كان في مواقف كتيرة جدا هيدوكوتي لما كان مثلا يقعد معانا في الملعب وكده. فأنا طبعا انا هي في ناس ما تعرفش ان انا هي ايدكوتي سماني سير شطه، ما كانش يقول لي كابتن شطه، لانه انا مره كده كنت بنلعب في الملعب وبعدين انا بلعب له الكوره بقول له يا كوتي احنا بنسميه كوتي، فلعبت له الكوره قال لي هالو مستر شطه، يعني عايز يوريني المفروض اقول له مستر كوتي. فدي كانت الحاجات اللي هي كانت لطيفه جدا، وهي لحد دلوقتي كابتن حسن حمدي وزيزو وفتحي مبروك بيقولوا لي يا سير شطه دايما، عشان هي دي حته من المواقف اللي انا لا انساها، لانها هي كانت موقف طريف جدا من هيدوكوتي. بعد كده طبعا في مواقف تانية في السفارات الافريقيه، والخطيب ذكر اكتر من مره لما كنا بنقعد مع بعض وكان ازاي بيحاولوا في الغابات وفي في الادغال الافريقيه وازاي كان بيحاول يخض اللعيبه وكده، ومره دخل خضني في الاوضه وانا قاعد وانا في الضلمه وبعدين خضني، كانت حاجات مواقف طريفه كثيره جدا بعد. لكن المواقف التاريخيه اللي انا اذكرها لما الاستاذ فكري اباظه جه الملعب عندنا، وكان طبعا يعني نظره كان ضعيف جدا، وكان بيجي يورينا ازاي تلعب الكوره، فكان يجي يشوط الكوره كده، فعنده لقطه طريفه هو ومصطفى يونس وانا كنا واقفين، فجي قال لك لما تيجي تلعبوا الكوره العبوا، راح عامل حركه كده كانت برده من اللقطات الطريفه جدا الواحد ما بينساهاش. في مواقف كثيره جدا طبعا من كابتن صالح سليم لما كان يجي يزورنا في قطاع الناشئين، الاهلي بالحرف الواحد قال يا شطه ما تجيش تقول لي انا كسبت فريق 15 و20، انا عايزك تقول لي مين في فرقتك هيصعد للفرقه الاعلى. من وقتها انا بقول يعني يا جماعه انه ما فيش حاجه اسمها نكسب فرقه 20 و15 وتيجي بقى اتباهى بهذا الموضوع، وده كلام للمدربين، شوف الفرقه بتاعتك مين فيها هيصعد للفرقه الاعلى وبلغ بهذا الانجاز انك انت هتحقق النادي الاهلي حاجه مستقبلا. كنت انا بصعد من فرقتي دايما للفرقه الاعلى من 4 أو 5 لعيبه، وكنت دايما حتى لو العب ناقص واخسر مش مشكله، الفرقه الاعلى لازم تكون هي الهدف بتاعي، والفرقه الاعلى لازم تفرز اللعيبه الاعلى، وهكذا الى ان اصل الى الفريق الاول. لما طلع عماد متعي ورياض وحسام غالي وأسامة حسني وشريف كرامي، كل دول جايين طلعوا فوق لعبوا صغار في السن 18 19، هو ده الانتاج. هي انا كان لي الشرف ان امرنهم، ودول من الحقيقه من الـ من الـ من, الـ من الانجازات اللي لازم المدربين يوعوها تماما، انك انت من هو اللاعب الذي يستطيع ان يلعب في المرحله الاعلى، وهذا هو النجاح ان شاء الله. ربنا يوفق النادي الاهلي وان شاء الله يستعيد ذكرياته ثاني ويستعيد انجازاته ثاني ان شاء الله. انا بوجه رساله للجماهير، انا حييته اكتر من مره وقلت انه جماهير النادي الاهلي يجب ان تقف مع ناديها في المحن وفي الانتصارات وكده، لكن يجب علينا النادي الاهلي بي 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 يعني بمنحنى نتيجه الظروف المتغيره وتغيير مجالس ادارات وكده مع الوقت، وكمان المدربين على فترات متباعده. النادي الاهلي محتاج لوقفه من جماهيره، عدم التسرع. الدوري الان حقيقه في محتاج لهذه الجماهير تتواجد، واتمنى انه ما يكونش في نوع من الانفعال او الانفلات او الغضب الشديد. النادي الاهلي عارف كويس قوي بمجلس ادارته بقياده كابتن محمود الخطيب انه حقيقه هناك ظروف صعبه في النادي الاهلي، خسارته لبطولتين، البطوله العربيه والبطوله الافريقيه، وخروجه من البطوله الافريقيه الان، محتاجين لمساندة هذه الجماهير. حبكم للنادي الاهلي هو اللي هيرفع من هذا الكيان، اتمنى ان نكون صامدين وصابرين عشان نحقق النادي الاهلي انتصارات ان شاء الله مره اخرى.